بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنبدأ بشرح أدوات السلكشن التحديد، وهي موجودة عندي في الأماكن هاي، وهي عبارة عن الريكتانجولر ماركي تول، الليبتيكال ماركي تول، سنجل رو ماركي تول، سنجل كولوم ماركي تول، لازو تول، بوليجون لاز تول، ماجنتيك لاز تول، كويك سيليكشن تول، ماجيك وان تول، وفي عندي اداه موجوده هنا اللي هي سيليكت كلر ريج. ولانه ادوات السيليكشن التحديد كثيره في برنامج الفوتوشوب، سيتم شرحها في اكثر من لقاء. وفي هذا اللقاء سنحاول تغطيه ادوات التحديد هذول الاربعه اللي هي ريكتانجولار ماركي تول، الليبتيكال ماركي تول، سنجل رو ماركي تول، سنجل كولوم ماركي تول. طيب ايش هو التحديد؟ التحديد بكل بساطة هو عبارة عن شكل له حدود منقطة وهمية لا يتأثر بها التصميم نهائيا إلا إذا تم استخدامه في القص أو التلوين. يعني ايش هذا الكلام؟ بكل بساطة لو احنا جبنا مسطرة وحطيناها على ورقة، هل في حاجة حصلت على الورقة؟ لا. هل الورقة تأثرت بشيء؟ لا. طب ليش؟ لأنه احنا ما استخدمنا القلم ورسمنا خط بالمسطرة. ونفس الكلام هذا في موضوع التحديد ينطبق على برنامج الفوتوشوب، يبقى التصميم مش هيتأثر نهائيا إلا لو استخدمنا عليه أوامر أو أدوات ثانية، يعني زي ايش؟ التلوين مثلا او القص. طيب اوامر السلكشن مهمه في برنامج الفوتوشوب لانها بتساعدنا في التحكم والتعديل على جزء معين من الصوره، بدلا من اضطر اعدل على الصوره كلها في حاجات انا مش عايزها. انا اعدل على الصوره في الجزء اللي انا محتاجه وبس. طيب خلينا نبدا باول اداه، وهي اداه ريكتانجولار ماركي تول، هي التي تسمح لي انه اعمل سيلكت على شكل مستطيل او شكل مربع. تمام. طيب كيف انا ممكن استخدم الاداه؟ استخدام الاداه بالضغط بالماوس بزر الفاره الايسر واسحب الماوس. هو هذا التحديد عباره عن حدود منقطه وهميه. مهما اعمل تحديد التصميم ماله ما بيتأثر، يبقى الخلفية زي ما احنا شايفين بيضة زي ما هي، علشان كل هذه عبارة عن خطوط وهمية لازم أعمل عليها حاجة عشان تتأثر. يبقى التحديد، وفي ملاحظة هلقيت بدنا نحكيها قبل ما أعمل أي شيء عند استخدام التحديد، لو احنا اشتغلنا على التحديد لازم أفتح لاير جديدة في كل خطوة من الخطوات. يبقى عشان أعمل تأثير عليه لازم أعمل لاير جديدة. خلينا نعمل لاير جديدة في المنطقة زي ما أخذنا، نعمل تحديد. هذا عبارة عن إيش؟ ريكتانجل مستطيل. شفنا التحديد كيف بيتم. طب لو بدي ألغي التحديد ممكن أروح على سيلكت وأحكي له دي سيلكت، وهي إلى اختصار باستخدام لوحة المفاتيح اللي هو كنترول زائد دي، تم إلغاء التحديد. طيب لو أنا بدي أرسم مربع، هلقيت لو انا قاعد برسم ضغطت بزر الفاره الايسر وقاعد بسحب وبشد، بدي احاول اظبط الويدث والهيت بتاخذ مني وقت، او ممكن ما اظبطهاش بسهوله. تمام. طب كيف ممكن اعملها وارسمها بكل سهوله؟ بضغط على زر الشيفت وانا برسم، لاحظ ان الويدث والهيت مالهم نفس الارتفاع. طيب هلقيت وانا برسم تمام المربع او المستطيل المكان تاعه مش عاجبني وبدي احركه، كيف ممكن اعمل؟ انا برسم مستطيل تمام ولسه ما تركتش ايدي الماوس زر الفار الايسر، بضغط زر المسطره وببدا ايش؟ احرك المربع او المستطيل تاعي. تمام. طيب هلقيت انا بدي ألون أو أستخدم أداة البرش. نيجي لأداة البرش مثلا، البرش تول،
وعندي مثلا انا اللون هنا نختار اي لون، مثلا اللون احمر مثلا او اي لون هذا مثلا. هل جيت انا بستخدم البرش تمام، ولو اجيت ارسم في داخل التحديد بلون معايا بكل سهولة تمام. طيب ولو اجيت استخدمت البرش خارج التحديد مش راضي يلون عندي بالمرة، طب ليش؟ لانه انا محدد له مساحة عمل، مساحة محددة، قلت له انه لون لي او استخدم لي الشغل داخل التحديد هذا. طيب لو اجيت الون او خلي البرش نصها جوا ونصها برا، بلاحظ انه في النص اللي جوا ماله بتلون، لكن النص اللي برا ما بتلونش لانه انا محدد له المنطقة فيها. طيب هلقيت، خلينا نعمل كمان لاير جديدة واخفي اللاير هاي. في اللاير الجديدة لو بدي ألون المستطيل هذا باللون البينك أو اللون الزهري اللي هو تاع الفور جراوند، كيف ألونه؟ إلى اختصار باستخدام لوحة المفاتيح هي الألت وزر الباك سبيس. إيش هو الباك سبيس؟ الباك سبيس هو عبارة عن الزر اللي أنا بمسح فيه. طيب لو لون الباك جراوند، خلينا نختار لون باك جراوند تاني تمام، لو بدي ألون المستطيل أو المربع بإيش؟ باللون الثاني، اللون الخلفي اللي هو اللون أسود. خلينا نعمل لاير جديدة ونخفي هاي وهي السلكشن، وبدي ألونه باللون الأسود اللي هو اللون الخلفية. كيف ممكن ألونه؟ في إلى اختصار باستخدام لوحة المفاتيح اللي هي كنترول وباك سبيس، تلون عندي باللون الأسود. طيب خلينا نعمل كمان لاير جديدة واخفي هاي. طب أنا في طريقة تانية للتلوين، أنا عامل تحديد، في طريقة تانية؟ آه في طريقة تانية، ممكن أقول له كليك يمين، إيش أحكي له؟ فيل. هقول لي أي كنت بدك، هقول له إيش؟ أخذ بالفور جراوند ولا باك جراوند، ممكن أقول له بدي كلر معين، أروح أختار أي كلر أنا بدي إياه مثلا، أقول له أوكي وأحكي له أوكي، يبقى لون لي إياه بالكلر اللي أنا عايزه. طيب ممكن أعمل ستروك للمستطيل هذا؟ آه، بضغط كليك يمين يا أستاذ وبقول له ستروك، بقول لي قديش وث سمك المستطيل؟ ممكن نحكي له يا أستاذ 5، وممكن الكلر أختار الكلر اللي بدي إياه تمام، وممكن اقول له اللوكيشن تاع الستروك بدك اياه انسايد ولا سنتر ولا اوتسايد، يبقى في خصائص كثيره. خلينا نقول له اوكي، بنلاحظ انه عمل لي ستروك لمين؟ ستروك لمين للشكل. كنترول دي عشان الغي التحديد. وممكن برضه التحديد او السلكشن استخدمه في القص واللصق. خلينا نروح مثلا على الصوره هاي، تمام. في عندي في الصورة هنا في المنطقة هاي لوجو اللي هو Get It On iTunes، هذا ممكن بأداة الـ Rectangular Marquee Tool تمام. أروح أحدد الشكل هذا اللي هو المستطيل، خلينا نحاول مع بعض نحدد الجزء هذا تمام. هلقيت أنا حددت، بعد ما حددت أنا ممكن هلقيت أخده في مكان تاني وأستخدمه هذا الشعر. ممكن أروح على عملية النسخ اللي هو Ctrl C تمام، وCtrl V هي عملية اللصق. بنلاحظ إنه أي ظهر عندي في المنطقة هاي في اللاير هذا، Ctrl C Ctrl V. طيب في طريقة تانية؟ آه في طريقة تانية، إنه أعمل Selection عندي في المنطقة هاي اللي هو ايش اقول له؟ كنترول وحرف الجي، برضو اخذ لي اياها وحط لي اياها فلاير، كنترول زائد جي بيعمل لي دبليكيت للجزء المحدد وبسحب لي اياها. وممكن اخذ الهالجيت
المنسوخة في المنطقة هاي، واروح اقدر بالأداة الموف تول واسحبها في مكان تاني مثلا هان. تمام. طيب في عندي بقى مجموعة من الخصائص الأساسية موجودة مع أداة السلكشنز اللي هي في الأربع مربعات هدول. أول مربع عندي هو إيش؟ الديفولت اللي هو نيو سلكشن، إنه بعمل تحديد جديد نيو دوكيمنت. زي ما حكينا في عندي أربع خصائص هنا موجودة، أو خصائص أساسية موجودة في كل خصائص التحديد، هذول الأربع أيقونات تمام اللي احنا شايفينهم في البار تول. طيب إيش هم الأربع هذول؟ أول وحدة اللي هي نيو سيليكشن، أول أيقونة اللي هي بتكون أكتف وفعالة، هذه اللي احنا بنعمل فيها التحديد عادي، يعني بإمكاني أرسم هيك. تمام تمام طيب اللي جنبها ايش هي؟ اللي هي بتحكي لي add to selection، اضيف للتحديد. ايش معناها؟ اضيف للتحديد اللي على للتحديد اللي قبل، يعني بيكون في عندي تحديد اول وبضيف له تحديد ثاني. يبقى خلينا نضغط هنا add selection واضغط هنا، يبقى اضاف لي تحديد اول، تحديد ثاني، تحديد ثالث. تمام؟ وممكن اضيف على نفس التحديد مش جنبه، يبقى هيك ممكن اضيف. شايفين كيف بصير؟ يبقى بضيف تحديد على التحديد اللي قبله. تمام. يبقى طب خلينا نشوف اللي بعديها، الخاصية اللي بعديها ايش هي؟ سبتراكت فروم سيلكشن، الأيقونة الثالثة اللي هي بتطرح تحديد من تحديد. يبقى أنا عندي تحديد هذا وبدي أطرح منه تحديد، خلينا نضغط عليها أول شيء أفعلها. عندي تحديد وبدي ألغي منه تحديد. عندي تحديد وبدي ألغي منه تحديد. عندي تحديد وبدي ألغي منه تحديد. تمام. طيب الأيقونة الأخيرة اللي هي إيش؟ intersect with selection، إيش وظيفتها؟ هاي اللي بتعمل لي تقاطع، بيعطيني الجزء التقاطع بين اثنين. مثلا أنا المنطقة هاي وين المنطقة المشتركة؟ بيعطيني إياها. تمام. وين المنطقة المشتركة؟ بيعطيني إياها. تمام. يبقى خلينا نشوف، كانت أول أيقونة هي الديفولت بعمل لي نيو سيلكشن، تحديد جديد. الأيقونة الثانية اللي هي كان بضيف لي تحديد للتحديد الموجود عندي. الأيقونة الثالثة اللي هي بعمل سبتراكت، طرح تحديد من تحديد. الأيقونة الرابعة اللي هو كان يعطيني تقاطع بين تحديدين. طيب خلينا ناخذ مثال ثاني باستخدام أداة الريكتانجل هيولر ماركي تول. بإمكاني إنه نحدد هذا المستطيل، بنضغط وبنسحب، أنا ضاغط على الماوس، بترك زر الفأرة وبنلاقي المستطيل معي تم تحديده. يبقى أنا بقدر أعمل المستطيل هذا ديليت، ممكن أعمل له نسخ، ممكن أعمل اللي أنا عايزه فيه. طيب لو أنا بدي أحدد، هل لقيت المربع كمان تاني 100% في المستطيل؟ تمام. في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي او في الاساس عندي انا موجود هنا الديفولت. لو بدي احدد، انا محدد المستطيل، لو بدي اجي احدد المربع، خلينا نشوف ايش بيصير. نجد ان التحديد تاع المستطيل ماله اختفى. طيب علشان احدد المستطيل مع المربع لازم اضغط على الايقونه هاي اللي موجود فيها مربعين ومعمول لهم ميرجنج، اللي هي اد تو سيلكشن. باجي احدد، انا محدد المستطيل، باجي احدد المربع، باجي على اي زاويه من زوايا المربع وبكبس او بضغط بزر الفاره، وبضغط ممكن اضغط زر ايش؟ الشيفت على اساس يرسم معايا مربع. تمام. يبقى هيك انا حددت اثنين شكل. طيب لو انا جيت عايز امسح جزء من التحديد، يعني ايش؟ خلينا نقول
لو بدي اضغط امسح جزء من التحديد، هل قلت انا لو انا محدد المستطيل ومخدة مثلث ومعايا جزء من مين؟ من الدائرة، تمام؟ فقلت انا لو بدي امسح جزء من التحديد مثلا بدي امسح الاجزاء هذه وبدي اخلي المستطيل، ايش بقى اروح برضه بضغط على اداة اللي هي سبتراكت الايقونة الثالثة فروم سيلكشن، وباجي احدد الجزئية اللي أنا ما بدي إياها اللي أنا عايز أمسحها، تمام؟ يبقى تحدد المستطيل. طيب لو خلينا نشوف الخاصية الرابعة اللي هي عبارة عن إيش؟ أداة الانترسكت وذ سيلكشن، يعني يبقى أنا عندي تحديد وبدي آخذ جزء التقاطع، يبقى أنا عندي تحديد وعندي تحديد تاني مثلا، يبقى المنطقة تقاطع بين المستطيلين هي الجزء من الدائرة، لو تركت الماوس تم التحديد. طيب بعد ما شرحنا الخصائص الأربعة دولة، في خاصية جديدة اللي هي الفيذر، المقصود فيها تمويه الحواف أو تنعيم الحواف أو درجة حدية الحواف. المقصود بالكلام هذا كله هو كيف أعمل انتقال طبيعي المظهر بين التحديد والخلفية. طيب بمعنى إيش؟ خلينا نفهم الموضوع هذا. تعالوا نخلي الفيذر هو في الديفولت بيكون زيرو، خلينا نخلي الفيذر 100، تمام؟ وبعد هيك تعالوا نرسم او نحدد بأداة الريكتانجولار ماركي تول، نعمل ايش؟ مستطيل، تمام؟ انا قاعد بسحب وقبل ما اترك شوفوا ايش ممكن يصير، ايش صارت في الحواف كأنها شكل اليبس، وخلينا نحطها في لير جديدة، تمام؟ طيب خليني انا بدي املي المستطيل اللي انا رسمته بلون الاحمر، بنضغط على زر كنترول باك سبيس، عفوا الت باك سبيس، اعطاني اللون الاحمر، تمام. بلاحظ انه ايش اللي حصل، انا عندي نقطه سنتر لون ثابت هو اللون الاحمر العادي اللي انا اخترته، ويبدا يخفف خفف خفف بالتدريج لحد ما جاب درجه ايش؟ شفافيه، لحد ما جاب درجه شفافيه. خلونا نعمل لاير جديدة، تمام، وخلينا نحطها لاير جديدة خلفية مين؟ خلفية الشاشة اللي هي كنترول باك سبيس، مش للتحديد، أنا بدي للخلفية كلها. شوفوا الفرق كيف اللون صار أحمر وضلوا يمشي لما صار أسود، تمام. يبقى هاي تطبيق للفيذر اللي هو كيف بده ينعم حدود. طب لو أنا كان عندي الفيذر كام؟ زيرو، ونيجي نعمل بأداة الريكتانجولار ماركي تول، نشوف كيف الشكل بده يصير، ونعطيها Alt باك سبيس، شايفين حدية الحدود كيف الحدية، لكن هنا كيف الحد أحمر وبدأ ينعم 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 شوي شوي. طيب برضو في شريط الخصائص موجود عندي ستايل، ثلاث ستايل، نورمال هو الوضع الطبيعي، فيكس دريش هو عبارة عن نسبة ثابتة بضبط لي نسبة الارتفاع الهيد إلى الويث، يعني على سبيل المثال لو أنا دخلت قيم العرض وقيم الطول، على سبيل المثال لو أنا بدي أرسم مستطيل التحديد بتاعه يكون مثلا عرضه 2 مثلا، تمام، وارتفاعه كام؟ 1، بيبدأ يرسم لي نسبة وتناسب أو بعمل لي تحديد نسبة وتناسب بين 1 و2، تمام، يعني 1 2 أو 2 4 نسبة وتناسب. طيب الخاصية الثالثة أو الستايل الثالثة هي fixed size، الحجم الثابت، إيش بصير؟ يعني إيش بده يعمل لي؟ بيعمل لي يحدد القيم لارتفاع الشاشة وعرضها، بدخل قيم البكسل يا أستاذ هنا الويدث والهيت، وبيبدأ يرسم لي إياها. وآخر خاصية في شريط الخصائص لأداة Rectangular Marquee Tool هي Select and Mask، بتضغط عليها بزر الفأرة الأيسر، بفتح لنا نافذة جديدة، وبحكي لي هذه مجموعة من البروبرتي اللي ممكن أتحكم فيها، أغير عليها، هي الفيو اللي هي قائمة العرض، ممكن أختار بأي منظر بدي إياها تظهر لي، بالمارشينج أرس، أوفرلي، أون بلانك، أون وايت، بلاك أند وايت، أون لايرز، ممكن تخليها أونيون سكين. وبرضه في عندي مجموعة من الخصائص اللي ممكن أغير فيها، اللي هي الترانسبرانسي، اللي هي الريدياس، الاثموس، الفيذر،
كونتراست الايدج اند سيتنج، لو انا غيرت في الترانسبرانسي لاحظ كيف بيصير في عندي تغير على انها 100%. وممكن اقلل شوي شوي، هي الخلفيه كانت سودة، شفنا ترانسبرانسي، وعندي العديد من الخصائص في هذا الموضوع. وبعد ما اخلص بقول له اوكي. اكثر من هيك في الخاصيه هاي مش احكي، ممكن نوضح فيها في امثله او في لقاءات او في اجزاء اخرى. يبقى هيك انا شرحت أداة Rectangular Marquee Tool بجميع خصائصها بالتفصيل الممل، لأنه الأدوات اللي بعديها اللي هنشرحها هتكون لها نفس الخصائص. طيب خلينا نعمل New Document جديد. شفنا قبل شوي أداة الريكتانجولار ماركي تول، وقلنا لها هي مثلا اللون. برضو الأداة اللي بعديها اللي هنشرحها هي الليبتيكال ماركي تول، أداة الرسم أو التحديد، مش الرسم، التحديد للشكل البيضاوي. هو لو أضغط عليها بضغط بزر الفأرة وبضلني أسحب أشد. وجميع الخصائص اللي أنا شرحته والحكي اللي أنا شرحته في موضوع أو في أداة الريكتانجولار ماركي تول تنطبق على الأداة هاي، تمام؟ جميع الخصائص، وقصة إنه أرسم دائرة بشكل منتظم، والتلوين والتحديد وعدم التحديد، وإنه لازم قبل ما أعمل أي خطوة في التحديد إنه أرسم في لاير. يبقى جميع الكلام اللي انحكى في موضوع الريكتانجولار ماركي تول ينطبق على موضوع الإليبتيكال ماركي تول. طيب الأداة اللي بعديها اللي هي سنجل رو ماركي تول، هو عبارة عن رسم لي على رو من أول الشيت لآخر الشيت بعمق أو بسمك 1 بيكسل. تمام، شايفين كيف؟ طيب بالنسبة للأداة الأخيرة السنجل كولوم ماركي تول، هو برسم لي 1 بكسل كولوم ب 1 بكسل، بحدد لي كولوم ب 1 بكسل. يبقى هو ما برسم، هو بحدد سنجل رو ماركي تول بحدد لي كولوم ب 1 بكسل. السنجل كولوم ماركي تول بحدد لي او بحدد لي كولوم ب 1 بكسل من اول الصفحه لاخر الصفحه. المجموعة من التطبيقات، خلينا نختار أداة الليبتيكال ماركي تول. وعلشان أرسم دائرة بضغط على زر الشيفت وبضغط بزر الفأرة الأيسر وبسحب. تمام، طيب على أساس هي دائرة بدي أضيف لها جزء من التحديد، تحديد آخر، أضيف تحديد إلى آخر، بضغط على أداة أو الخاصية Add to Selections وتضيف له دائرة في المنطقة هاي. لو بدي أحرك الدائرة هاي بضغط على أداة المسطرة أو على زر المسطرة وبضيفها. كمان مرة نضيف دائرة تانية في المنطقة هاي، بضغط على المسطرة عشان أحركها. تمام، هلقيت حكينا إحنا قبل ما أنفذ للتحديد أو أعمل تلوين أو أعمل قص بعد التحديد لازم أعمل لاير جديدة. تمام، هلقيت انا بدي الون الشكل هذا بالفور جراوند، ايش نضغط؟ نضغط على زر الكنترول والباك سبيس مع بعض. هلقيت تم التلوين للشكل هذا. طيب بعد هيك انا ممكن اضغط كنترول دي بعمل ايش؟ دي سيلكشن. طيب الان باجي ارجع ديفولت وبدي اجي ارسم دائرة، أحدد دائرة صغيرة. أنا ما برسم، بحدد بأدوات أدوات الماركي تول، الإليبتيكال ماركي تول. حددنا دائرة، لقيت بدي أعملها لاير جديدة وبدي أعطيها لون أبيض. إيش بضغط؟ بضغط على زر الكنترول باك سبيس. طيب بدي نسخة تانية منها،
باجي على لاير 2 وبضغط كليك يمين واحكي له دوبليكيت لاير، اقول له اوكي. باجي باداة الموف تول بحدد التحديد هذا وبزيح، وعلى اساس يكون نفس المحاذاة بضغط زر شيفت. طيب كمان مرة نرجع للإليبتيكال ماركي تول، وباجي بأحدد أو بعمل دي سيليكشن أول، وبعدين بدي أجي أحدد دائرة صغيرة تمام، وبنحطها في لاير جديدة نعطيها لون الأسود، نضغط على إيش؟ على كنترول، على عفوا على ألت باك سبيس، وممكن أروح أعمل لاير تانية كليك يمين دوبليكيت لاير، نحكي له اوكي. بأداة الموف تول بقدر احرك العين هاي، وعلى اساس يكون نفس المحاذاة بنضغط على زر الشيفت. يبقى بهيك انا قدرت الون او اعمل بأدوات التحديد على شكل ميكي ماوس. طيب في تطبيق تاني ممكن اعمله، بختار أداة الليبتيكال ماركي تول، بنرسم دائرة في المنطقة مثلا تمام. بعد هيك ممكن أقول له أنا بدي أعمل intersection لدائرة، أو أعمل subtract عفوا، أعمل دائرة تانية في المنطقة هاي بالشكل هذا تمام، وأتركه. يبقى صار عندي أنا شكل إيش؟ هلال. لو بدي ألونه نعملها في layer جديدة، نضغط له Alt Backspace. طيب وممكن كمان نقدر نعمل باستخدام أداة التحديد، أدوات التحديد، نرسم عين. خلينا نختار Elliptical Marquee Tool، بنعمل شكل بيضاوي في المنطقة هاي تمام. طب شكل بيضاوي، كمان شكل بيضاوي فوق، لازم أعمل Intersect لمين؟ Intersect لـ Selection. نرسم كمان دائرة تاني في المنطقة هاي تمام، نكبر شوي صغيرة تمام، بحدد لي المنطقة اللي في النص، هلقيت بنحطها في لاير جديدة وبنلونها باللون الرمادي هذا اللي أنا كنت بختاره قبل شوية، نضغط على زر Alt وباك سبيس اتلونت. وممكن أجي على أداة نعمل Ctrl D، بنعمل دي سيليكشن، وباجي على أداة الإليبتيكال ماركي تول كمان مرة، وبإمكاني أرسم دائرة في المنطقة هاي تمام، وممكن بايش بالسبيس احركها ونعمل لاير جديده. ولقيت نروح ناخذ لون رمادي، افتح شويه نطلع درجه فوق، ناخذ الرمادي مثلا هاد ونحكي له اوكي والت باك سبيس. طيب وبرضو كمان ممكن اروح اعمل كمان دائره صغيره، خلينا نعمل كنترول دي، واجي اعمل كمان دائره صغيره في المنطقه هاي ونضغط ونعمل لاير جديده تمام. وبعد هيك بدي اعطيها باللون الباك جراوند، اللون الابيض اللي هو كنترول باك سبيس. طيب الآن خلينا نبدأ في التطبيق الرابع. هنختار أداة الـ Rectangular Marquee Tool، أحدد المنطقة هاي بأدوات التحديد، حدد لي شكل مستطيل، هلقيت أنا بدي أحطه في لاير جديدة New Layer، وبعد هيك بدي ألونه بلون الفورجراوند الأزرق اللون الفوقاني، بنحكي له Alt Backspace تمام. بعد هيك بدي أحكي له Ctrl D، هروح على أداة الـ Elliptical Marquee Tool أختارها، الفيذر بدي لاحظ يكون كام عندي؟ زيرو تمام، والديفولت هاجي ارسم ايش؟ شكل بيضاوي في المنطقه هاي. على اساس اضيف جزء ثاني للشكل البيضاوي بدي اقول له اد تو سيلكت، ضفنا جزء هان وبدنا نضيف جزء ثاني هان. طيب هلقيت بدي احكي له برضه نيو لاير، هلقيت الجزء هذا بدي لونه باللون الابيض اللي هو باك جراوند، بدي اقول له ايش؟ كنترول باك سبيس، كنترول دي، بنلاحظ انه حدود الشكل
السحابة هاي حدود حادة. كيف ممكن أنا أعمها؟ حكينا التنعيم عن طريق خاصية الفيذر. نعيد التجربة كمان مرة، نروح على أداة الريكتانجولار ماركي تول، نحدد شكل مستطيل في المنطقة هاي لاير جديدة، نحكي له Alt Backspace Control D. هلقيت بدي أروح على الإليبتيكال ماركي تول وبدي أحكي له الفيذر هاي أنا بدي أغيرها من زيرو، بدل حد أنا أعملها مثلا 20 بكسل، وأحكي له أرسم لي الإليبتيكال في المنطقة هاي ونضيف لها Add to Select برضو جزئية في المنطقة هاي وجزئية تانية في المنطقة هاي. هلقيت لو أنا حكيت له Control Backspace على أساس ألون الخلفية بيعطيني حدود ناعمة. يبقى في فرق عندي لما أجي أرسم، يبقى هذا شكل كأنه شكل حقيقي. طيب الآن أنا في من خلال التطبيقات الأربعة شفنا كيف استخدمنا التحديد في عملية التلوين. الآن هستخدم التحديد في عمليات القص واللصق. طيب الآن خليني أروح على ملف العمل وأروح أسحب الصورة هذه مثلاً، وأجي أفتحها في دوكيومنت جديد في مستند جديد. الآن خليني أضغط كنترول زيرو على أساس إنه أعمل تكون الصورة من الشاشة ملء مساحة العمل بالكامل. طب أنا إيش ممكن أعمل؟ إحنا اتفقنا لما تكون اللاير عندي هنا مقفلة عليها قفل، يبقى أنا مش هينفع أشتغل عليها ولا أقدر أحركها ولا أقدر أعمل عليها أي شيء، يبقى لازم إنه أعمل ألغي القفل. تمام، لقيت اللاير فتحت معايا. تمام، الآن بروح على أداة الريكتانجولر ماركي تول وأجي من عند أول الطاولة في المنطقة هاي نحدد. تمام، أسحب هيك وأطلع لفوق. تمام، يبقى هيك أنا حددت المنطقة الخضراء. طب أنا إيش أقدر أعمل هيك في المنطقة الخضراء؟ ممكن أروح أضغط على زر الديليت الموجود في لوحة المفاتيح، وبمجرد الضغط عليه هينقص الجزء المحدد بالصورة. طيب خلينا نقول كنترول دي نلغي التحديد. الآن خلينا نروح نجيب صورة ثانية مثلا من المستند، نجيب الصورة هاي مثلا ونسحبها على اللاير هنا. اتحملت الصورة، خليني بأداة الموف تول بقول لي دونت، اقول له بليس، خليني نحرك لفوق شوية بأداة الموف تول. تمام، حركناها لفوق شوية بأداة الموف تول. طيب بعد ما حركتها لاحظت انه اللاير بيغطي الترابيزة. هلقيت يبقى ايش بسوي؟ اسحب اللاير تحت اللي فيها عشب المزرعة، نسحبها لتحت اللاير تحت الترابيزة. يبقى لقيت انا خلفية موجودة عندي. طيب الان يبقى انا هلقيت قدرت اغير الخلفية تحت الترابيزة. برضو كمان ممكن اروح اجيب الصورة هاي واسحبها عندي على هان، بقدر خلينا نصغرها، نضغط زر الشيفت. تمام، وممكن نسحبها لفوق شوية وممكن نصغر كمان، وبدي أجيب البوتل هذولا فوق اللاير تاعت مين؟ الترابيزة. نضغط انتر ونسحبهم لفوق الترابيزة، وممكن أنا أجي على اللاير هاي أحركها شوية. يبقى هيك أنا طبقنا مجموعة من التطبيقات اللي لها علاقة بأدوات الماركي تول، وشفنا كيف طبقناهم واستخدمناهم. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.